في صلاح الدين تتواصل المعارك ما بين القوات العراقية المشتركة وعصابات داعش الإرهابية التي فقدت سيطرتها على جميع الأراضي التي كانت تحتلها في المحافظة في وقت سابق. العمليات العسكرية في صلاح الدين وشمال صلاح الدين وجبل مكحول مستمرة من أجل تأمين الجبهة الجنوبية لموصل. إحدى محاور جبهة تحرير الموصل ستكون من شرقاط، ونحن على بعد عشرات كيلومترات من شرقاط الآن. القتال بشكل عام على داعش وفي كل المناطق هو حرب غير تقليدية، هي حرب كر وفر، والعدو لديه القدرة على التخفي والتفخيخ وزرع الألغام وغيرها من هذه المسائل. أعتقد لا زالت المعركة في صلاح الدين لن تحسم على الأقل في أطرافها، يعني المناطق حمرين، المناطق اللي بعيدة محاذية لبيجي، بعض المناطق الصحراوية. والدليل على ذلك يوم أمس سمعنا بأنه 4 مفخات توجهت إلى مناطق قريبة من بيجي، فالوضع لا زال يحتاج إلى تعاون. الحرب على داعش هي حرب عالمية.